قدها وقدود ولسه معرض الزهور بيتعمل. طبعا المرة أو الدورة رقم 90 لمعرض الزهور عندنا، أسعاره في المعقول، في المعقول بتاع اليومين دول برضو، يعني الأسعار تبدأ من 10 جنيه. تشوف بقى كل أنواع النباتات والشتلات والزهور ونباتات الزينة اللي بتتزرع على مدار العام. مصر دي درة البلاد وغوث العباد، اعرفوها واعرفوا قيمتها. تعالوا نروح نشوف معرض الزهور وبالمرة نعرف أسعار المستلزمات إيه، لعل مثلا نكون عاوزين نجيب حاجة نزين بيها البلكونة، نحطها على سطح البيت. الجمال ثقافة. شوف التقرير وبعدين فاصل ونكمل الكلام. يعني هذا العام معرض زهور الربيع بيقام في المتحف الزراعي، احنا النسخة رقم 90، وهذا العام الحقيقة بيحظى بإقبال كبير من العارضين. احنا عندنا أكثر من 200 عارض، مش بس لنباتات الزينة والزهور، هذا العام بيضم كل التخصصات وكل المجالات المتعلقة بهذا النشاط، وبالتالي أي حد بيفكر إن هو يستغل مساحات غير مستغلة عنده في البيت، في الأسطح، في البلكونات، كل ده هيلاقي كل المستلزمات وكل احتياجاته متاحة هنا في المعرض، إضافة لأن كمان في كتب إرشادية ونشرات ثقافية زراعية يقدر يشتريها ويقدر ياخدها من خلال هذا المعرض. هذا المعرض الحقيقه هذا العام احنا بنتكلم على 100 مليون شجره، وده في ضوء مبادره سياده الرئيس لزراعه 100 مليون شجره. كمان احنا المعرض مستمر لمده شهر باذن الله من تاريخ افتتاحه من النهارده، وهنفضل مستمرين ونستقبل كل الساده الزوار خلال فترات المعرض. هو صراحة في عملية تنظيمية جميلة جدا، في شركات قطاع خاص كتيرة جدا عارضة نباتات زينة مستوردة ومحلية، وفي طبعا القطاع العام ممثل في قسم بحوث الزينة، حديقة الزهورية، قطاع الإنتاج، معظم قطاعات الوزارة عارضة. احنا بنعرض نباتات زينة سواء كانت نباتات داخلية أو نباتات خارجية. النباتات الداخلية تتحمل الإضاءة الضعيفة، ونباتات خارجية ممكن زراعتها في الأوبن فيلد في الشمس. والله الحقيقة أنا مهتم بالزراعة عموما يعني، لكن فكرة وجود شتلات متخصصة لحاجات نباتات وفواكه، وفكرة الحاجات الإرشادية اللي بتوجه المواطنين إن هم يقدروا يزرعوا ويقدروا يبقوا عندهم حاجات اكتفاء ذاتي من الزراعة، أنا شايف ده مركزين فيه بشكل كبير قوي في المعرض، وشايف فيه تنوع بصراحة. يعني يمكن أنا جيت مرة قبل كده بس من فترة، ما كانش بنفس التنوع ونفس الشكل ده. أنا شايف فيه اهتمام كبير الحقيقة جدا بالشكل وبالطريقة عرض الزهور وطريقة عرض النباتات. التنسيق جميل وفي أنواع كتيرة من النباتات موجودة. أنا جاي أخد عنب عشان أزرعه فوق عندي، وليمون وبرتقال ومشمش عشان أزرعهم في الجنين عندي.